قصة عادل إمام دي على جنب، أنا يمكن زي ما حضرتك تفضلت أنا علقت عليها، ووسائل الإعلام المقروءة اللي هي مجلة كبيرة يعني أخذت مني حوار بخصوص هذا المسلسل تحديدا. أنا قلت ليس طبيعيا أن يصار في 3 مسلسلات خلال موسم رمضان دون أعمال السحر والدجل والشعوذة، هناك كفر دلهاب، هناك الحلال، هناك عادل إمام عمل مسلسل العراف رمضان اللي فات، وعمل الحديث وكان فيه على فترات متباعده زي الانس والجن زي التعويذه الى اخره، لكن ان ياتي رمضان هذا العام تحديدا وتعقب هذه المسلسلات احداث شنيعه في مصر، فانا دايما انا قلت الكلام ده قبل ما يحدث وتنبأت بحدوثه، انا بربط ده مسلسل انا بتهم عادل امام شخصيا تحديدا من خلال لان هو شخصيه معروفه، لما يجي يقول عزيمه البهاطيه اللي هي تتليه طوان بهاتيه ده اسمه العهد القديم، هذه خطيره جدا جدا جدا، عندما يتلوها الناس مفكره ان ده هزار او ده عمل درامي، ابدا، عندما تطلق مش مجرد كلمه او مجرد عزيمه او طلسم، عندما تقول حرف يتولد منه روحانيه ملائكه علويه او سفليه معينه، هذه الملائكه يعني حتى لو هو بيمثل يعني هيطلع جان يعني في اقول لحضرتك حاجه، مش في حديث اسمه يعني انا قاعد في التلفزيون بشوف كده ممكن طبعا وحصلت معايا واقعه والناس حصل لهم واقعه بما فيها الاسكندريه، اقول لحضرتك حاجه، مش حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك اسنان هزلهما جد وجدهما جد، الطلاق والنكاح صح ولا لا؟ قلت هطلق هزوج هكذا الطلاسم انت شايف انه ذكر هذه الطلاسم ما دام قال الكلمه تولدت منها روحانيه وحصل مشاكل ويمكن حادثه المعاد الاوتوستراد والحادثه كلها اللي بعدها وهكذا، من انا بتهم يعني بلاغات للنائب العام او النائب العام العدل امام شخصيا لانه معروف، والمسلسلات الرمضانيه المتواجده دلوقتي انهم يعملون بصفه بطريق اندايركت او طريق غير مباشر ضد مصر، هم اعداء الوطن لان الناس بتستخدمهم يعني هقول لحضرتك حاجه، الناس بتستخدمهم تستخدم ايه؟ ده مسلسل ده ما قلت لحضرتك حاجه، هذا ليس فيه ده فانتازيا يعني أنا من بعد ما اصبت الموضوع دون انا حصل معايا مشكله الموضوع ده وتم التسليط عليا بسحر معين بس ابطلته. لا يعني انت بتشوف انه ده يعني واقع وحتى لو هو بيعمله تمثيل لكن يؤدي مفيش تمثيل ما طيب. قلت لحضرتك الطلاق والنكاح ما فيهوش تمثيل دكتور جمال تعليق هنا بندخل بس في الجانب اللي دايما بيشتغلوا عليه هم انه يقول لك انه ده اصلا موجود في الواقع وعالم الجان هل تعتقد ده تغييب للعقل هو ده اللي فيه تغييب للعقل؟ ما احنا لينا 30 سنه او 40 سنه في تغييب للعقل في المواطن المصري للاسف الشديد يعني الانحدار الثقافي الشديد اللي احنا فيه من منتصف السبعينات حتى الان ولم تقم لها قومة ولا حتى في يعني بوادر نقول ان احنا الثقافة هتتعدل في مصر للأسف الشديد يعني احنا زمان كنا بنتكلم على الثقافة الجماهيرية وبنتكلم على دور الثقافة ودورها في زيادة الوعي بالنسبة للمواطن المصري النهاردة مش موجود الدور بتاعها الحقيقي مش موجود يعني النهاردة بقينا بنتكلم في السفلي وفي العلوي العالم طلع القمر وطلع المريخ والنهاردة بيدوروا على يطلعوا فين تاني واحنا دكتور احمد بيقول لك ده مجرد ان يقول هذه الطلاسم في المسلسل حتى ده بيستدعي في القرآن الكريم يعني بيستدعي عالم الجان الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقحم القرآن الكريم الرسول تم سحره مخيل عبيد بن العاصم اليهودي السحر موجود تمام والجن موجود تمام ما اختلفناش يبقى الطلاسم ولكن الطلاسم موجودة تمام ولكن انا النهاردة في حاجات مش مفروض ان انا اطلعها للعامه يعني في قدرات شخصيه لبعض الناس قدرات بيقرا طالع بيقرا المتاخر في واحد قدراته انه يقدر يعالج في اللي هي القدره اللي هي حساسه لكل انسان هل دي موجوده عند كل واحد حضرتك بتخلط ما بين الكشف وما بين العمل السحري هل دي عند قدرات السحر دي موجوده عند كل واحد لا الناس الله يفتح عليك تمام. يعني اذا لو موجوده عند واحد في المليون في الشعب المصري يعني لو عندي 100 واحد ما اقدرش اطلعها على مشاعر الناس الكلام ده يتقال لعادل امام مش ليا انا ما احنا بنناقش احنا بنبين ان ده غلط لا انا مش بتهمك لا هو عادل امام في النهايه فنان يقدم عملا فنيا بس لحضرتك حاجه بس يعتمد على اللي بيعمله سحر دايركت اما يجي يقول لي التعويذ بتاعت الملك الاحمر الكلام ده كله صحيح وبنت الاسد الوضوب صحيح والعزيمه الابلوكيه صحيح والعزيمه البهاتيه صحيح يا طب انا لو قلتهم دلوقتي في البرنامج انا ممكن اقول هيحصل مشاكل هيحصل ايه ولا مشاكل ولا هيحصل مشاكل خلاص والله المشاكل بتحصل عماره الازاويه عماره الازاويه اللي في اسكندريه والظباط اللي اتقتلوا في المعادي يا دكتور احمد هقول لحضرتك حاجه هل تذكر موضوع خلونا مع عماله الدكتور بيقول لك العالم بيتقدم يا جماعه وبيشوف هل كيف يمكن ان يصعد الى القمر كيف يمكن نجد اكتشافات لامراض ده جانب وده جانب مش في جانب روحي مادي وفي جانب باطني حتى الغرب بيؤمن بيه ما في جانب ظاهري وجانب باطني وتقول لي حادثه المعاد بتحصل بسبب مسلسلات الدجل عملت الازاويه المائله كل ده عشان المسلسلات استدعت عالم الجن ما احنا نشوف يعني مصادر الجن غاضب نشوف مصادر ده قال لك كمان الجن الربي عادل امام وصفهم بكده الجن ده بيسمع
والجن ده ممكن يزيء. انا بقول لك حصلت معايا مشكله بسبب كده، بس انا ابطلته بسبب تسليط من اللي حصل في المسلسل عادل امام، لان انا بينت الموضوع دون. هل المصادفه ان يجي كفه الذهب؟ كفه الذهب استعمل ايه اللي هو بتاع الفنان الجميل وسيم ده؟ مش عن الدجل والشعوذة، عن العداله، قضيه العداله. امال هو الطبيب الذي يستخدم كتاب النكونيميكون او كتاب العزيف لعبد الله الحصاد اللي هو استعمله اليستر كراولي، اسمه كتاب الموتى، ده كتاب خطير جدا. هم ثلاث كتب، العزيمه البهاتيه اللي قالها، وكتاب الموتى في مسلسل، وده في مسلسل، وشمس المعارف في مسلسل. ده الفنان احمد حلاوه لما طلع لها كتاب للفنان هلا صدقي، قال لها خدي الكتاب ده، بيقول للناس روح اشتروه، لان الناس عقولها ما فيش وعي، فالناس عايزه تحل مشكلتها. السحر العجيب في قلب السحر العجيب في قلب الحبيب 1700 بتاع، تعملي ايه وتعد كزبره ايه ومش عارف ايه. وده كتاب موجود يعني، موجود الطلاسم وتعويذ الكتب صحيحه، فالناس ضعيفه. كتب تحضير الجن كانت موجوده على الناس ضعيفه، دلوقتي هحل مشكله ايه؟ كنت بنشوفه احنا مسافرين كتاب تحضير الجن، انا بس هحضره، بس اصرفه ازاي بقى؟ عادل امام وايه عادل امام ان هم بيعملوا ضد اعداء ضد الوطن. يا راجل ده لم يخدم الفن، يخدم بيخدم الوطن. ايه بالسحر؟ والفن يسحر ايه؟ بالسحر ده فن يقدم فن. هو يعني ما هو عشان معروف في ناس بتستخدمه. انا بتهم ان قدمه اسماعيل ياسين من قبل، في وقدمه اسماعيل ياسين ما طلعش قال العزيمه، مع ان العزيمه البهتيه من الاف السنين، ما طلعش قال لك بهتيه كبير تتلوه تيران مثلا. انت شايف ان دي طقوس صحيحه؟ انتوا صحيحه بتعملوها في الناس تخش على بتاعكم يعني، مش الشغل بتاعنا. انا كل العلوم دي عندي، بس بستخدمها من باب الدفاع عن النفس. من عارف لغه تقاوم الامن مقوم. سيد عمر الخطاب لما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم بقطعه من الطواق قال له اتتكهن يا ابن الخطاب؟ قال لي لا، من عارف لغه تقوم امن مقوم. لازم طيب قبل ما اسال دكتور جمال يعني بالشكل ده، يعني ما هو هتلاقي ما الناس هتقول لك اللي هتاخده انه حتى مش عمل فني بيتناول الدجل والشعوذه، لا ده هو بيتعامل معاه لانها طقوس حقيقيه، وهي يمكن انها حتى تجلب كوارث لنا. وهو بيقول ده بالفعل حصل بسبب المسلسلات اللي تناولت اعمال او اللي تناولت امانه الازاويط طقوس استدعاء الجان وغيرها يعني. حقيقي بص يا فندم، احنا النهارده للاسف مع الانحدار الثقافي، طبعا الانحدار الثقافي عشان الناس ما تخلطش، في فارق ما بين الانحدار الثقافي والانحدار التعليمي. يعني طبعا الانحدار الثقافي ده بيجيب وراه انحدار تعليمي، انحدار اخلاقي، انحدار ديني، انحدار في كل شيء في المجتمع نتيجه الانحدار الثقافي. ولكن في يوجد فارق ما بين المستوى التعليمي والمستوى الثقافي. ممكن واحد معاه دكتوراه بس المستوى الثقافي بتاعه قليل، مش قاري، مش فاهم، يعني ما بياخدش مثلا، مش عايز ينظم العدل، مش عايز حد ياخد دوره، او هو عايز ياخد دور واحد تاني بيبلطج، وهو راجل مثلا استاذ دكتور ولا طبيب ولا وبيبلطج، ده ما عندوش ثقافه. فاحنا بنقول هنا الثقافه اللي احنا عمالين نتكلم، نقول الدوله عايزين نعلم ثقافه المجتمع المنحدر. الناس بتتخانق في الشوارع، الناس بتضرب بعض، الناس بتشتم بعض، واحد بيجيب ناس ويقلعهم هدومهم يلبسهم لبس الستات وينزل. ما هو ده الانحدار الثقافي. هو خده منين؟ من الدراما. من الدراما. طيب. الله يفتح عليك. ليه؟ عشان احنا النهارده الفحوه الثقافيه اللي كانت مفروض بتيجي للناس من الكتب، من الميديا زي التلفزيون او الاذاعه، النهارده الميديا بتعلن برامج كلها بتروح ناحيه صح. انا اسف، تفاهات يعني، بدون مقاطعه اسماعيل ياسين عمره ما قال عزيمه يعني. انت قلت اسماعيل ياسين، تخيل حضرتك ان الناس كلها واخده فكرتها عن الطب النفسي من افلام اسماعيل ياسين. يعني انت لما تيجي تتكلم مع حد يقول لك اسماعيل ياسين كان بيحط مش عارف بتاع، ما عنديش الكلام ده في الطب النفسي. انا ما عنديش مرض حاجه اسمها مجنون في المرض النفسي. ما احنا ناقشنا، بس خلينا في موضوع هو بيتكلم على ان التاثيرات صحيحه يعني هنا يعني ثلاث مسلسلات سحر يعني هنا هنغيب العقل. ما احنا بنغيب فعلا، بنغيب العلم للاسف الشديد. موجود. ده عمل فني، ما هو موجود، بس السحر موجود في القران. بص هو نغيب العقل يعني، بص لا انا ما بتكلمش عن دلوقتي، بتكلم عن الدجل والشعوذه واستدعاء الجن وعالم الجن والدجل غير السحر. الجن السحر غير الدجل. الله ينور، كنت لسه هقولها. فالنهارده السحر غير الدجل. انت شوف المجتمع المصري او المجتمع العربي عامه النهارده، لما تلاقي واحد فتح محل موبايلات ومشي 15 واحد بيفتحوا محل موبايلات في نفس الشارع. صحيح. ليه؟ ان احنا ماشيين ظاهره قطيع. يعني احنا النهارده ما بنفكرش، في ناس نفوسها ضعيفه. الطبيعي ان الانسان في سينكينج، انا بفكر ايه الصح وايه الخطا. الحيوانات اللي هي الاعلى شويه مستوياتها عاليه زي الشمبانزي بيعمل حاجه اسمها ترايل والايرور، المحاوله والخطا. الحيوانات البهيميه بتمشي بظاهره قطيع. احنا النهارده وصلنا مع الانحدار الثقافي ظاهره قطيع. احنا النهارده بنمشي كلنا التقليد. ورا واحد بس التقليد. فالنهارده بشوف التلفزيون بيعمل حاجه يبقى التلفزيون ده صح. في ناس عندها طالما التلفزيون عرض شيء يبقى ده قران. خليني عشان ما بعدش عن موضوعي يعني ده